الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة شوف تي في، كنتواجه الآن مع السيدة هذه دوار قرب اللي تم الاعتداء عليها من طرف ثلاثة ديال الأشخاص، ثلاثة ديال الشباب تهجموا على السيدة هذه مسكينة للدار ديالها، تكرفصوا عليها، طيحوا لها سنانها، وزرقوا لها عينيها. للأسف الرحمة ما بقاتش متتبعين الأوفياء، مع الرغم من ان السيده هذه راه كتجيهم من العائله، يعني الدم ديالهم تعداو عليه السيده، ولكن ميمكنلكش تتعدى عليها. تهجموا عليها ثلاثه الناس حتى للدار ديالها، و تعداو عليها بالضرب. انتم كما كتشوفوا الحاله ديالها، العينين ديالها كيعاملها، وعاد الفم ديالها مسكينه. اذا كنتمنى من المتتبعين الاوفياء لقناه شوف تي في انهم يبارطاجيو اللايف باش يوصل الجهات المسؤوله ويتم الاعتقال ديال هاد الجنات اللي هما حاليا في حاله طلاق. تفضل شريف. انا سميتي مباركه عزيه من البقاره، الله يرحم لكم الوالدين. انا دائما كيتهجموا عليا، دائما كيصوتوني، دائما كيضربوني، ديما كيصوتوني وكيضربوني. الله يرحمكم الوالدين، ما خلوش فيا. الله يرحمكم الوالدين، وتشوفوا معايا وتشوفوا معايا. الله يرحمكم الوالدين، الله يرحمكم الوالدين. انا مزازة فيكم وفي الوالدين وفي الناس وفي الاخوين. شوفوا معايا من الحال ديالي. انا مشيت عند البوليس وما حرقوني، وانا دعيت مشيت لهم البوليس. كاينه مصطفى سكيكيره، كاينه يحرب الراشي، كاينه عمر راشي، صوتوني وديك ودابا انا كتباشا كاين الوكيل العام، دعيت بعد الوكيل العام كاين خد فيها شي باقي ما جاتني شي. ودابا من شفتو جابوا البوليس وحرقوني، قال لك اسيدي على جيبي لي. عندي وليد صغير في ظهري وخداو كيقتلو فيا، وهداك الدري صغير مرة ما عفوش عليا، بغا يقتلوني. كيقولي لي موتي ما بغيتيش تموتي، ما خلاو لي سنان، ما خلاو لي حتى حاجة. أنا مزوقة فيكم، الله يرحمكم الوالدين. توقفوا معايا وتشوفوا ويا، الله يرحمكم الوالدين. منين تهجموا عليك شنو داروا لك؟ قتلوني، مطيحني، خدام كيضربوني بالبونية، ما كاين على البونية السنان. هبط الميكرو شوية باش نشوف السنان ديالك. السنان ديالي كيضربوني. شحال بيهم؟ شحال كانوا بيهم؟ هما ثلاثة. فين ضربوك؟ جوج كيضربو عربي وعمر. فين كيضربو؟ كيضربوني، الآخر كيحرقني، كيضربني السنان، مطيح لي سناني كلهم، وجهي، عندي، خدام كيقتلو فيا، مصاصتي كلهم دقدقان. نصي بالصاد شي كوشي مدقدق. تهجموا عليك للدار؟ اه. انا هو دعب شطاب، انا ما جابش الله يضربوني. غدا عب شطاب كنلوحو شطاب، كتجمع داك الخشيش كندير لوحو، هو دعب شطاب غدا نلوحو. انا ما جابش الله يجيو يتعرضوا ليا، حيت انا ما عارفاش يتعرضوا لي، ما عارفاش يتعرضوا لي. وجاو لي كلهم، ما كاين عاد دقدق. ياك سيدي علاش نجيب لهم انا البوليس؟ جيت لهم بوليس ما يحرقوني، مبقاتش فيهم. دابا انت كنتي كان سبق لهم انه جاو تهجموا عليك الدار وحرقوا لك الدار ديالك. حرقوني، ومشيت بلغت فيهم انا في البوليس بالليل، بلغت فيهم البوليس. الدم ديالنا غوتوا عليه البوليس، وقالوا شوف سكيكره راه تحرق. قالوا سيدي العافيه في المرجع. مشيت عند واحد ثاني كيقولوا له هذا النايب ديالهم، كيقولوا له احمد مريقه. مشيت عندو حتى للدار بالليل، قلت له احمد اجي تشوف العافيه، انا ما بغيتش ندعيهم، اجي تشوف، انا خصني مشاكل عييت. دابا هما سيدي ولدهم في الحبس، هما خصهم يتشاقبوا مني يقتلوني، حيت هي ولده في الحبس. هادي هما خصهم يتشاقبوا مني، خصهم يقتلوني. دابا كيتهجم عليك؟ دابا كيتهجموا عليا، كيجيو يقتلوني. دابا شنو كطالبي انت؟ انا كنطالب من الشرطه توقف معايا وتعطيني حقي. ما كنطلب حتى حاجه، كنطلبها من الشرطه توقف معايا وتعطيني حقي. انا ندمت اللي مشيت حتى علمت بهم على العافيه، كون ما كنتش علمت عليهم بالعافيه ما يضربونيش، كون ما جاوليش يضربوني. علاش نعلم بهم على البوليس؟
هذه التصويره ديال وجهك من ضرب القلب يا اخي. هذه التصويره من ضربوك دين كما كتشوفوا المتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في. ها الصوره ديالها من تم الاعتداء على هذه السيده، زرقوا لها العينين ديالها، وهذه تقريبا زرقوا مزرقه اللحم ديالها. وكاين وحده اخرى ها طيحوا لها حتى السنان ديالها. اذا كنتمناو من المتتبعين انهم يبارطاجيو اللايف باش توصل الجهات المسؤوله ويتم الاعتقال ديال هاد الجونات اللي هم في حاله فرار. هاد الشباب اللي تعداو على السيده هادي هجموا عليها للدار وهرسوا لها السنان ديالها وزرقوا لها عينها، وزائد كاين مجموعه ديال الضرابي عندها في الجسم ديالها. اذا كنطالبوا من النيابه العامه ان تدخل في هاد القضيه هادي وتوقف المجرمين. اذا شنو تقول يا شريفه؟ تفضل. أنا سيدي كنطلب من المال من الوكيل الملك والمحكمة تعطيني حقي والشرطة يوقفوا معايا. هاد الناس ما بغاش يعفو عليا، ما حد ولدهم في الحبس ما بغاش يعفو عليا، وانا ما بغاش يعفو عليا. ما حد ولدها في الحبس هي كتجي تزوطني، هي ولادها، علاش ولدي يدخل الحبس؟ دابا انت كطالبي باش ياخذوا لك حقك، باش رجال الامن والقضاة ياخذوا لك حق بهاد الناس هادو. ياخذوا لي حقي، انا ما كنطلب منهم حتى حاجه، كنطلب على هاد الناس من المحكمه المقرط عطيني حقي، ما كنطلب منهم حتى حاجه. هاد الناس ما بغاوش يعفو عليا، ما بغاوش، ما بغاو يقتلوني. اذا كما سمعتوا المتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في، فهادو كما قلنا انهم من العائله ديالهم وقراب ليها وما حنوش فيها للاسف، تهجموا عليها للدار وضربوها وهرسوا الاسنان ديالها وزرقوا العينين ديالها للاسف. متتبعين الاوفياء كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو باش يوصل الجهات المسؤوله ويتم الاعتقال ديال هاد الشباب اللي هم ثلاثه بهم و تعذب عليها. اذا شكرا للمتتبعين الاوفياء لقناه شوف تي في من ضواحي مدينه العرائش. الله يجازيكم. إذن شكرا للمتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في من ضواحي العرائش، تحياتي للجميع. ما نبقاش حداهم تما، أنا لو بقيت حداهم يذبحوني إما يديروا لي شي حاجة. أنا قصت الناس من تما ما نبقاش تما، شي نهار يقتلوني أنا حيت ما عندي حتى واحد، شي نهار يقتلوني. عندي بنتي مريضة وحدايا عندها فقط الدم، دريولها الصغيرة المقل كيقراو، وباهم كبير واخوها ما حنت شي منه، وانا شي نهار يقتلوني. انا سيدي يقتلوني هاد الناس، هادو يقتلوني. اذا شكرا للمتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في، كنتمنى ان الرساله تكون وجهت، تكون وصلت عفوا للنيابه العامه باش تدخل في هذه القضيه هذه وفي هذا الملف اللي تم الاعتداء عليه من طرف ثلاثة ديال الشباب من العائلة ديال هاد السيدة هادي ومن نفس الدوار، دوار بكارة. إذا شكرا للمتابعين وتحياتي للجميع.